أبدأ بملاحظة مهمة التي قد يبنى عليها المغرب اليوم ومغرب الغد. أظن على أنه فضل الملاحظة هذه، لا أقول أننا أخطأنا، ولكن ربما تتبعنا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فيما يقولون أكثر من اللازم. ماذا أعني؟ إلا لاحظتم معي على أنه المغرب أو لا بعدة دول ليس فقط المغرب كان الهدف ديالها منذ 25 سنة و 30 سنة الآن هو أنها تحد ما يسمى من الفقر، ياك كل شيء يتفق على هذا. جميع المبادرات اللي دارت من أجل حد من الفقر. ولكن السؤال اللي ما تسألناش، واش كانت الطريقة الحقيقية لمحاربة الفقر هي الحد من الفقر؟ أنا اليوم كنختلف، ربما أننا أخطأنا المسير. كان لابد أن يكون أو تكون السياسات العمومية في مجملها هي السياسات التي تحد من الفوارق الاجتماعية. وأقول قد ربما أننا أخطأنا، لأن إلا كنتو كتعرفوا ما يسمى بالأهداف ديال التنمية ديال البنك الدولي 2030، سكون أبل لي زوبجيكتيف ديفلوبمون ميلينير إلى آخره، كانت كلها تعنى بأنه إذا استطعنا أن نخرج الناس من عتبة الفقر، وما خصنا نعرفوا شنو هي عتبة الفقر، ثلاثة ديال العتبات كاين، اللي كياخذ جوج ديال الدولار أولا أربعة ديال الدولار أولا حتى ستة دولارات. اليوم اللي كياخذ ستة ديال الدولار تقريبا 60 درهم ياك 65، واش لا يعتبر فقيرا؟ اللي كياخذ 100 درهم راه يمكن يعتبر اليوم فقير. إذا نظن على أن السياسات العمومية كلها، يعني هذه أكثر من 30 سنة، كان لا يجب أن تبنى على الفقر، ولكن كان يجب أن تبنى على الفوارق. ربما اليوم ما كنلاحظوش الفوارق، ولكن في الخمس سنوات 10 سنوات القادمة غتلاحظوا بأن الفوارق فيما يخص الدخل والفوارق فيما يخص لغيشاس يعني الممتلكات سوف تصبح أكثر أهمية في المغرب. وهنا نعرج على النموذج التنموي. عندما نقرأ النموذج التنموي الجديد أتلقوا بأن مجموعة الأرقام تعاد، كنهضروا على أننا بغينا نوصلوا ل 18000 دولار فيما يخص الدولار الدولي إلى آخره، بغينا نوصلوا لواحد نسب النمو اللي هي ديال رقمين ولا أكثر من 8 أو 6%، ولكن حتى واحد ما رد البال على أنه كاين واحد المؤشر اللي هو ما يسمى بلانديز جيني اللي كيعرفوا الاقتصاديين اللي في المغرب وصل 39%، ويقدر يرتفع في السنوات القادمة، وغيولي عندنا الإشكالية ديال الفوارق الاجتماعية هي الإشكالية الحقيقية بالنسبة للمغرب. لماذا؟ لأننا مشينا في واحد السياسة التي فقط تعنى بمحاربة ما يسمى بالهشاشة والفقر، اللي اليوم أنا كنختلف معها جملة وتفصيلا. تعرفون بأن من الدول اللي ما كتلقات شنو ما كنقول لك فوارق اجتماعية شنو هي؟ المغرب في الستينات والخمسينات والربعينات والسبعينات والثمانينات، واش كنتي كتلاحظ الفرق؟ ما كنتيش كتلاحظوا، اليوم كتلاحظ الفرق. كتلاحظوا في الشارع، كتلاحظوا في اللباس، كتلاحظوا في السيارات، كتلاحظوا وليتي كتلاحظ هذه الأمور هذه. هذه هي الفوارق اللي غادي تولي من هنا واحد 15 سنوات غتولي هي الإشكالية الكبرى. الآن رجع للموضوع ديالي. فيما يخص يعني التضخم، أول سؤال يجب أن نطرحه بالنسبة للتضخم وبالنسبة للإشكاليات اللي كنعيشوها اليوم مرتبطة بالنموذج التنموي، أو أول ملاحظة نبدأ بها هو أنه اليوم لن يختلف اثنين على أنه أصبحت هناك عدة نقاط استفهام على التنزيل الحقيقي لما يسمى بالنموذج التنموي. أصبحت هناك نقاط استفهام. لماذا؟ حنا كنا كنتظروا على أننا نوصل لواحد نسب النمو ابتداء من سنة 2022-23، وفي سنة 2030 نوصل لرقمين اليوم في أحسن توقعات نسبة النمو. هنا صندوق النقد الدولي وكذلك المنظمات والمؤسسات المغربية تتقول لك أننا لن نتجاوز 3%. 3% في النمو كان يعني بأن نسبة غير كافية بالنسبة للمغرب. إلا خدينا معها نسبة النمو الديمغرافي وخدينا معها نسبة ديال التضخم، هذه نسبة ماشي نسبة اللي احنا كنتظروها من أجل أن المغرب نوصلوا به لذاك المستوى اللي بغينا. أولا هناك كذلك الإشكاليات المرتبطة ب كما أشار لذلك السيك الثاني مرتبطة بالمنظومة الاجتماعية. احنا كنا كنقولوا بغينا أن نتفوق، هذا هو لو سلوغون اللي كان في ما يسمى بالنموذج التنموي. دولة قوية، الدولة قوية ما يمكن لها تكون إلا بالشق الاجتماعي. اليوم الشق الاجتماعي احنا كنعرفوا أنه كاين إصلاح كبير فيما يخص الشق الاجتماعي، ولكن هناك كذلك أسئلة كبرى تطرح. اليوم اللي كناخذوا من ناحية الميزانية، عرفتوا شحال الميزانية اللي خصها يجب أن ترصد سنويا لمشروع الحماية الاجتماعية؟ أكثر من 52 مليار ديال الدرهم سنويا. اليوم السؤال الحقيقي، من أين ستأتي بهذه الأموال سنويا؟ والأساس في المشروعات بحال هادو، مشروعات الحماية الاجتماعية، هو مشروع لن يختلف فيه اثنين على أنه مشروع إيجابي، ولكن نحن اليوم نتساءل على الديمومة ديالو.
الا درنا المقارنه غير فقط من واحد من البرامج الاجتماعيه اللي هو برنامج الرميد اللي كيعرفوا الاغلبيه المواطنين ياكل لا، برنامج الرميد كنا نتحدث فقط على 4 ديال المليار التي يجب ان تدخل فيما يسمى بالصناديق الخاصه لي فون سبيسيو. منذ 2012 منذ تعميمه الى اليوم ما عمر ديك 4 المليار ما ترصدات لهاد ما يسمى بالرميد، فقط المستشفيات وخاصه لي سي اش او. وخصنا نفهموا، لان انا كنقول بان وقلت يمكن البارح في واحد الندوه هنا ان كاين بعض النقاشات اسمحوا لي بغينا ولا كرهنا سو سون دي زيليمون اليتيست، يعني ماشي اي واحد يمكن له يناقش بعض المواضيع. مساله التضخم واخا هي تظهر عاديه وتناقش الى اخره، ولكن ليست بمساله هينه. لكي نناقش التضخم هي اشكاليه اقتصاديه. الناس كما قال السيك الثاني هذه 30 عام دار اطروحه و30 عام وهو يدرس، اليوم الا طرحنا السؤال على السيك الثاني غيقول لك ساجد صعوبه انني نجاوب على التضخم، لانه ليس بامر سهل، امر صعيب. كيفاش يتحكم فيه، كيفاش نديرو الى اخره. وهو اشار الى مدارس، يعني ملي كيقول لك هو المدرسه النيوكلاسيكيه الكينيزيه الى اخره، راه كنهضروا على مدارس كبرى في عده تخصصات باش تجاوب على اشكاليه واحده او لبعض الاشكاليات منها اشكاليه التضخم. اذا ملي كنجي انا النموذج التنموي وكنحطو امامي كنحطو كارقام، بغينا نوصلوا ل 18000 ما يسمى بالدولار، الدولار العالمي ليس هو الدولار اللي كتعاملوا به، ماشي هو ديال 10 دراهم لا، الدولار العالمي. بغينا نوصلوا 18000، بغينا نوصلوا نسبه ديال النمو رقمين، بغينا نوصلوا ان ما يسمى بالمؤشر ديال الجيني وصل من 39 نوصلوا لواحد 38 فقط نقطه في 10 سنوات باش نوصلوا هاد الاهداف هادي. كنظن بانه اليوم اصبحت هناك نقطه استفهام حول واش يمكن لنا نوصلوا في افق 2035. كنظن بان اليوم عاوتاني ما زاد الطين بله وما زاد الاشكاليه هو ما ندخل فيه اليوم مما يخص الضعف ديال القدره الشرائيه ديال المواطنين. حنا كنلاحظوا بان اليوم الى خدينا السيروره التاريخيه ديال التضخم، لان خصنا نرجعوا باش لان ما يمكنش نشرح التضخم في المغرب الا ما رجعتش للتاريخ. الى خدينا من 1960 الى تقريبا 2022 اللي هو اليوم، غلقوا بان الفتره الوحيده اللي كانت فيها نسبه التضخم تصل الى رقمين بحال اللي شفناه دابا في فبراير 2023 10% ياك سمعتوا بها مزيان، واخا انا 10% متفقش معايا يمكن تكون اكثر، نقدر نرجع للنقاش من بعد. ملي كنرجعوا للتاريخ كنلقاو باننا ما فتناش هذه نسبه التضخم الا في الفتره ما بين 1973 و 1985. وهذه الفتره هذه اللي كيعرفها واللي درسها، ما كنتش في هذه الفتره هذه، ولكن اللي درس هذه الفتره هذه غيعرف بانها كانت الفتره اللي وقع فيها نفس ما وقع الان اللي هو ما يسمى ارتفاع المهول ديال اسعار البترول. كتعرفوا بان قبل ما يوقع الازمه ديال 73 اللي كنعرفوا الحرب العربيه اللي كانت وقعات الى اخره، والقطع ديال البترول من دول المصنع المنتجه البترول خاصه السعوديه والعراق الى اخره، كتعرفوا بان البترول داز من 5 ديال الدولارات للبرميل الى 40 دولار، وهو يوازي ما رايناه اليوم، ولكن ليس بنفس الطريقه. علاش؟ لان المواطن خصو يتسال واحد السؤال وكذلك الباحث، هو انه في ازمه 2008 سبرايم ياك وصلنا في 2008 2010 تقريبا وصلنا لاكثر من 146 دولار للبرميل، ولم تتحرك نسبه التضخم في المغرب. رجعوا هو ماشي بعيد، رجعوا شوفوا اسعار البراميل في 2008 2010 اكبر رقم وصلنا ليه 147، ما وصلناش ليه حتى الان. اذا السؤال المنطقي، لماذا عندما ارتفع سعر البترول في 2010 لماذا لم يتحرك نسبه التضخم ولماذا تحركت اليوم؟ حيت ما يمكنش نقيس فقط باسعار البترول. هناك امر اخر اللي هو جد مهم اللي خصنا نرجعوا ليه. عندما نتحدث حنا على التضخم اليوم اصبحنا نجد على انه هناك نقاشات اللي هي صحيه وليست نقاشات سيئه. كنلقاو بان بنك المغرب له توجه، يعني انه رفع اسعار الفائده، نقدر نرجعوا لهذا النقاش بعد قليل. وكنلقاو بان المندوبيه الساميه التخطيط عندها توجه يختلف قطعا مع بنك المغرب، وهناك ناس اخرين ولا مؤسسات اخرى يقدر يكون عندها توجه اخر. في هذا الاطار هذا كنقول على انه لكي يكون هناك الفيصل ما بين هذه الاراء هذو يجب ان نعود الى الجامعه، الى الاقتصاديين اللي هما الاكثر جدارة على انهم يجاوبوا على هذا السؤال هذا. وهناك يبقى تيولي الدور ديال الجامعه دور محوري ودور الباحثين باش نجاوبوا على التساؤل. حنايا من اين ياتي التضخم؟ من اين ياتي التضخم؟ هناك نظريتين لا يختلف عليهم اثنين الا اذا اخترعنا نظريه جديده، هي انه التضخم اما ان ياتينا من ما يسمى بالانتاج الكثير ديال ما يسمى دلاماس مونيتير النقد ياك، هذه النظريه اللي ما يسمى بالنظريه
الفريدمان ولا سكون ابيلي مونيتاريست، ما عرفتش كيفاش كيسموهم سيك الثاني بالعربيه، لي مونيتاريست النقديين الا بغينا نقولوا، ياك المدرسه النقديه، وكاين المدرسه اللي هي مدرسه الكينيزيه اللي كتامن بانه ما غايجيني التضخم الا من الانتاج. دابا اليوم واش التضخم جايني من النقد؟ هنا انا كنختلف قطعا مع ما جاءت به المنتوبية السامية للتخطيط. ليس هناك من 2000، وهنا خصنا نكونوا كاقتصاديين عندنا الجرأة نقولوها، من 2000 الى 2022 لا توجد علاقة ما بين الانتاج النقدي سكون ابيل لا ماس مونيتير، يعني تقنيا بالنسبة اقتصاديا خصك تاخذ لا موني دو باز سكون ابيل لا ام 0، ماشي ام 1 ماشي ام 2 ماشي ام 3، سمحوا لي ما عرفتش انا كيفاش كيسميهم بالعربية، خصنا ناخذوا ام 0 اللي كتسمى لا موني دو باز ونشوفوا العلاقه ديالها مع التضخم. غتلقاو بان من 2000 تقريبا، حقيقه من 2003 لا علاقه للنقد بنسبه التضخم. على العكس الا خدينا ما يسمى بالاوتبوت جاب، ماشي الناتج الداخلي، ماشي البي بي، الا خدينا الاوتبوت جاب يعني ما يسمى بالسايكل، يعني لو سيكل ديال 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 الناتج الداخلي الخام، سمحوا لي ما عرفتش الكلمه، بالدوره يعني ما يحسب الدوره ديال ما يسمى بالناتج الداخلي الخام، وهذا اقتصاديين كيعرفوه. غلقوا بان هناك علاقه سببيه ما بين هذا الانديكاتور اللي هو الاوتبوت جاب وما بين التضخم. اذا حقيقه من 2003 اصبح التضخم ياتيني من الانتاج، وهنا كنتفق فيه انا مع السكتين. اذا في هذا الاطار ملي كيكون عندي التضخم جاي من الانتاج، خصني نطرح راسي تساؤلات اخرى. عندما ارتفع سعر البترول، هو ارتفع، علاش وصل لي انا المغرب؟ علاش قاسني في المغرب؟ لان بطريقه بسيطه ملي كتاخذ اي منتج عندك في المغرب ولو كقرعه الماء، خذ قرعه الماء ياك سيدي علي كنصنعوه هنا كيتصاوب عندنا في داك سيدي علي عندكم، ولا اي سمحوا لي ما كنديرش الاشهار، ولكن اي قرعه ديال المياه غتلقى بان 90% ديال الاثمنه داخل في الانتاج ديال ديك اللي داخله في الانتاج ديال ديك القاروره ولا ما عرفتش، هي كلها اثمنه تاتي من الخارج، و 10% هي اللي كينتجها المغرب. يعني باش تنتج البلاستيك، المواد الاوليه ديالو، المواد الكيماويه وجميع المواد المتداخله في الانتاج فقط ديال الزجاج اللي تقدروا كتسوى 2 دراهم، هي تاتي من منطقي على انه اذا ارتفعت الاسعار ديال المواد الاساسيه والمواد اللي هي كتدخل في الانتاج داخل المنظومه الانتاجيه والاستهلاكيه ديال المغرب، فالاسعار غادي ترتفع في المغرب. هنا غيسولني شي واحد وغيقول لي الله يخليك، ولكن طلعت في 2008 2010، ولكن كانت عندنا سياسه ماليه اللي كانت قادره على انها تحد من ارتفاع ديال ديك الاسعار. ما تنساوش على انه لا ديكومبونساسيون، يعني الرفع ديال الدعم، ما كانش في الوقيته اللي كانت فيه الازمه ديال 2008، الرفع ديال الدعم ما جاء حتى في الحكومه الاولى ديال سي بن كيران، متفقين؟ اذا في هذا الاطار هذا اليوم خصنا نعرفوا بان اللي كنخسروا اليوم في المغرب واللي ما كنردوش ليه البال، وهذا هو الخطير بالنسبه حتى بالنسبه للنموذج التنموي، هو اننا حنا كنخسروا ما يسمى بالميكانيزمات اللي كتخلي، سمحوا لي نقولها بالفرنسيه، سكون ابيل لي ستابيليزاتور ايكونوميك، حنا كنخسروا فيهم دابا، اللي كيخليو بان المنظومه ديال الاسعار والمنظومه ديال القدره الشرائيه كنبقاو محافظين عليها، ومن الاخر القلاع ديال ما يسمى بحماية المنظومة والقدرة الشرائية هي ما يسمى بصندوق المقاس. خصنا نعرفوا بأنه هو اليوم هو كان حامي فيما يخص أسعار البترول، لأن لاحظتوا كما قلت لكم وصلنا ل 147 ولم يتغير شيء، لأن كانت واحد الحماية من مور لا ديكومبونساسيون ولا الخروج ديال هذا المنتج ولا هذا البترول من ما يسمى بلاكيز دو كومبونساسيون، أصبح للعرض والطلب لعبته. وفي العرض والطلب ما يمكنلكش تقول لي على ان في العرض والطلب غنوصل انا لما يسمى اللي كنقريو للطلبه واللي كيقريو جميع الاساتذه اللي كيسمى لو بيان اتر دو كونسوماتور، لان في حد ذاته الاسواق لا تبنى على ما يسمى بلا كونكورونس بيغ بارفيت ولا المنافسه اللي كنسميوها المنافسه الحقيقي. اذا في هذا الاطار هذا ملي كيجي اليوم وكنلقى بانه نسبه التضخم ارتفعت، او كنقولها انا مباشره نسبه التضخم لن تعود الى نسبتها اللي كنعرفوها خاصة في المدى القصير والمتوسط، يعني إذا كنا غنفكروا كاقتصاديين، المنظومة ديال الاقتصاد الوطني سواء الإنتاجية والإستهلاكية يجب أن تأخذ الدورة ديالها الكاملة حتى تتخلص من نسبة التضخم. عرفتي بحال أش غنمثل لكم، سمحوا لي، بحال ملي كتسخن لك السيارة، ملي كتسخن السيارة شنو خصك دير؟ خصك تطفيها وتسناها، سي لا ميم شوز، صافي غن الدورة الاقتصادية ديالنا خصها تكمل بما يسمى نسبة التضخم، وتقدر تاخذ ما بين 3 إلى 4 ديال السنوات شيء عادي. وهناك مجموعة من الاقتصاديين بلانشار ستروسكان إلى آخره كيقول لك على أنه 2026 عادي يمكننا
نرجعوا لديك النسب ديال التضخم اللي كنا حنا كنعرفوها ديال جوج الى اخره، واخا انا لا اتفق مع 2% هذا نقاش، علاش بالضبط 2%؟ لان حتى هو نقاش اخر. هناك الامر الاخر اللي هو خصنا مهم نرجعوا ليه في نسبه كذلك في نسبه التضخم، هو تحرك ديال البنك المركزي. اليوم كانت بزاف ديال الانتقادات على انه لماذا البنك المركزي حرك اسعار الفائده علانيه هي مسه بالنمو الى اخره، تكون تنظن كلشي مشى في هذا النقاش. انا الموقف ديالي موقف ليس شخصي ولكن موقف علمي، كنظن بان ما هو الدور الحقيقي للبنك المركزي ليس فقط في المغرب ولكن في جميع الدول، الدور الاول ديالو هو ما يسمى بالسياسه النقديه. الله يخليكم، هناك مغالطه كبيره. البنك المركزي راه عنده 6 الادوار الرئيسيه، حنا كنختزلوا دائما في السياسه النقديه، وعنده ادوار اخطر من السياسه النقديه، راه عنده ادوار اخطر من السياسه النقديه. ولكن الا اختزلنا في السياسه النقديه، ما تسمى السياسه النقديه هو انه البنك المركزي اذا ارتأى على ان نسبه التضخم سترتفع يجب ان يتدخل، او لن يكون عنده وجود. وهذا منطقي. يعني اليوم ملي كيوصل البنك، وحاجه اخرى اللي مهمه واللي خصنا نصحوها في الاذهان، لا يجب الاعتقاد على ان البنك المركزي هو يتدخل من اجل حد سعر نسبه التضخم الان، لا، هو كيحد نسبه التضخم اللي غتجيك في المستقبل. هذا خطا ما خصناش نطيحوا فيه. يعني اليوم نسبه التضخم اللي كتلقاها ديال 6% او 7%، هو بنك المغرب او البنك المركزي لا يحد من هذه، هو ما تيشوف بان في المستقبل نسبه التضخم تقدر تجي ترتفع. اذا اش كيدير؟ خصو يتدخل من اجل التحكم في نسبه التضخم المستقبلي. وهذه كنسميوها، لان حنا كنعرفوا بان السياسات العموميه سواء السياسه النقديه او السياسه الماليه لا بوليتيك بيجيتير او السياسه الصرف او كذلك السياسه المرتبطه بالاثمان، هذه كلها كتسمى سياسات استشرافيه بريفنتيف. يعني ما خصهاش تحرك حتى يوقع المشكل، يجب استشراف المشكل وحده من الاول. وهذا اللي نقدروا نلوموا حنا على ما وقع في المغرب. وهنا كنعطيك مثال، اسمحوا لي نعطي هذا المثال هذا وما نقراوش قراءه مبسطه. ملي كناخذ مثلا ارتفاع ديال الاسعار، كنقولوا بانه مرتبط بالمنظومه ديال المواد الاوليه اللي دخلت، خاصه الاسعار البترول. انا اتساءل اليوم الا خدينا ما يسمى بلا فاكتور انرجيتيك، يعني ما يسمى بشحال كنخلصوا حنا ديال الطاقه، شحال كنخلصوا سنويا؟ تقريبا في وزالونطو 50 مليار ديال الدرهم ياك في العام. يعني الا خدينا المنظومه الطاقيه كلها اللي كنستوردوها للمغرب، وليس فقط البترول، حيت كنستوردوا عده انواع من الطاقه، 3 شهور ديال الدعم شحال كانت غتكلف؟ ما كملاش 12 مليار، 12.6. ماذا تمثل 12.6 فيما يسمى البيدجي ديال ليطا؟ سيغيان. يعني اننا في شهر 3 شهر 4 شهر 5 اللي كان فيه الاسعار وصلت لواحد المستوى، لان اليوم حنا في 65 70 يعني الاسعار عاديه جدا، ولكن الوقت اللي وصلت فيها 130 كان يمكن لينا في ديك 3 ديال الاشهر يكون هناك دعم، وكان لن تدخل نسبة التضخم داخل الاقتصاد الوطني. انا ما تنقولش على انه لن يكون هناك تضخم، ولكن ما كناش غنوصلوا لما نراه اليوم. هناك اشكالية اخرى كذلك مرتبطة بالتضخم، لان التضخم ما خصناش ناخذه كفقط ما نراه. اليوم الا بقينا غير 3 سنين في التضخم ورجعنا، يعني بقينا 3 سنوات وحنا في هذه الاشكالية ديال التضخم، كتعرف الا كنا عندنا فقط معدل ديال 6% ديال التضخم سنويا، يعني 2022 23 هي 6% بركه، كتعني انك خسرتي 20% من القدره الشرائيه ديالك في 3 سنوات. بطريقه اخرى، اللي كيقبض 20000 درهم كانه غيولي يقبض غير 16000 درهم في ظرف 3 سنوات. واخا نرجع لك انا نسب التضخم ل 2% بعد 3 سنوات، راك خسرتي القدره الشرائيه ديالك. والحل الحقيقي ليس في زياده، ماشي زياده الاجور، باسكو الان كاين اللي كيقول انه نسبه التضخم خص يزيد، الا زدنا الاجور غنزيدوا نفاقم ما يسمى نسبه التضخم. اما الحقيقه ديال الحل اللي خصو يكون هو انه يجب اننا نرجعوا ما يسمى اللي سميتو قبل قليل ما يسمى بالميكانيزم دو ستابيليزاسيون ايكونوميك اللي كانوا عندنا، اللي كانوا كيخليو على ان المواطن تبقى عنده ديك القدره الشرائيه ديالو. حيت ما تنساوش واحد القراءه بسيطه نقولها لكم، في ظرف 20 عام كان الهدف ديال المغرب ابتداء يمكن من سنة 2000 الى اليوم، كان الهدف ديال المغرب شنو هو؟ انه يكون عنده ما يسمى بان كادغ ماكرو ايكونوميك ستابل، يعني يكون عنده مؤشرات اقتصادية تكون ثابتة. وصلنا لها، نسبة التضخم لم تكن تتجاوز 1.6 1.9 الى خدينا ما يسمى بالمعدل طويل المدى. كان عندنا نسبة النمو واخا ضعيفة كنا ما بين 4-5، كان عندنا العجز ديال الميزانية كنتحكموا فيه تقريبا 3-4 إلى 5%،
وكان عندنا العجز ديال الميزان التجاري واخا كان عندنا فيه اشكاليات ولكن كنا متحكمين فيه. عندنا لي ريزيرف دو شونج وصلنا اننا وصلوا تقريبا اكثر من 6 ديال الاشهر اللي كان لي نورمالمون كتعطينا ديك القوه وديك الصلابه على الصعيد الدولي. هاد المؤشرات كلهم في ظرف سنتين مابقاوش. اذا خصنا نرجعوا حنا الحقيقه اليوم هو اننا خصنا نعرفوا ماذا خسرنا في ظرف السنتين ثلاثة ديال السنوات وخصنا نحاولوا نرجعوا لما كنا عليه. ولكن كنقولها لكم هذه اشكاليه يمكن نختم بها اشكاليه حقيقيه. شناهي هي؟ انه انا كنت كنقولها يمكن قلت هذه واحد السنه وقلتها في الاعلام قلت لهم اخطر ما يقع اليوم هي ان منظومه الاثمنه تتغير. ولا تغيرت منظومه الاثمنه ما عمرها كترجع كما كانت. اليوم ما كنتم تشترون بجوج ثلاثه دراهم ما غاتمكنلوش يرجع جوج ثلاثه دراهم. علاش؟ لان غيولي عندك ما يسمى بان في بسيكولوجيك. وهذا الشيء راه وقع في المغرب راه ماشي جديد. الا سولتوا الناس الكبار ولا هذا غيقول لك كنا كندخلوا للسينما ب 4 دريال. كاين هكا كتعرفوا الناس كنا كندخلوا للسينما كان عنده الا كان عنده صديق 1000 درهم الى غيش. منظومه الاثمنه عندما يتم زعزعتها ما كترجعش كما كانت. اذا هاد التقلبات ديال الاسعار ما يمكنش غنجي انا في ظرف واحد ولا في هذا واخا نرجع ما غنرجعوش كما كنا قبل 2019 او لا قبل كذلك جائحه كوفيد 19. وهذه هي الاشكاليه الحقيقيه. هناك اشكاليه اخرى اللي ممكن نمشيو بها اللي مرتبطه بالسياق اللي كنعيشوه وسمحوا لي خصني نمشيو ليها وسيختو انكم الاغلبيه هنا كيديروا ما يسمى بالماليه. هو انه انا اتفق كثيرا مع ما قام به بنك المغرب ليس لانني كنت انتمي اليه لا ولكن لان خصنا نشوفوا عاوتاني ما يقع في الاسواق الماليه. اليوم في الاسواق الماليه قبل ما يرفع اسعار الفائده خصكم تعرفوا بان ما يسمى بالسندات العموميه ديال الدوله في السندات اللي هي ديال 52 اسبوع سكون ابل لي بون دو تريزور 52 سمين كنا كنخلصوهم تقريبا 1.8% وصلنا لهذا المستوى. واش كتظنوا ان هناك من يمكن ان يضع امواله في الاسواق الماليه ويقبل على نفسه انه ياخذ نسبه فائده كتسوى 1.8% في ظل ان التضخم وصل الى اكثر من 6%؟ هذا منطقي ولا غير منطقي؟ غير منطقي. اذا كان ونقول لكم كاع اكثر من هذه هو ان اسعار الفائده في الاسواق الماليه خاصه في الاسواق الماليه الثانويه لي مارشي سيكوندير ارتفعت قبل ما يرفع بنك المغرب سعر الفائده ديالو. ورجعوا لا كوب ديتو سكون ابي لا كوب ديتو ما عرفتش بالعربي اش كتسمى ولكن رجعوا لا كوب ديتو غتلقاو بان قبل ما يعلن بنك المغرب بدات اسعار الفائده ترتفع في الاسواق. وخصنا ما نفهموا كمغاربه خصنا نفهموا شنو هي ملي كنقول اسواق السندات. خصكم تعرفوا بان لي بارن بوبليك الادخار العمومي يوجد في مجموج مالي يعني تقريبا خدينا رقم حقيقي اكثر من 500 مليار ديال الدرهم هي في السندات العمومي. يعني ان اذا لم يرفع اذا لم يتم رفع سعر الفائده فان الادخار العمومي يل بير دو فالور. حنا كنعرفوا انه الى ارتفعت سعر الفائده اش كيوقع؟ كتهبط القيمة ديال السندات. ولكن بنفس الوقت إلا ما رفعتيش سعر الفائدة فلا أحد سيريد أن يشتري هذه السندات. واش فهمتوا واش كنقصد ولا لا؟ إذا كان ولا بد البنك المغرب على أنه يتدخل ليس فقط من أجل التضخم ولكن هناك إشكالية أخرى مرتبطة بأمرين مهمين اللي ما تيقولهمش بنك المغرب مرتبط بالاستقرار المالي ديال الأسواق وديال الادخار العمومي وكذلك مرتبط بما يسمى بلا فالور دو لا دوفيز. خصنا ما نساوش بان المغرب الي توجور دون ان ريجيم دو شانج فيكس افيك اون باند 5% ناقص 5%. والاشكاليه الحقيقه بالنسبه لبنك المغرب هو الحفاظ على ما يسمى بهاد القوه ديال الدرهم اللي مازال عندنا حتى الان. وباش يحافظ عليها كان ولا بد على انه يحمي ما يسمى بسعر الفائده عن طريق الرفع ديالو. حيت خصنا نفهموا المنظومه اليوم حنا في المغرب اسعار الفائده خصنا نعرفوا بان الاتحاد الاوروبي اليوم وصل تقريبا اكثر من 4 الى 5% من اسعار الفائده الرئيسيه. البنك المركزي الامريكي الفيدرالي وصل نفس النسبه. واش المغرب غيبقى بنفس النسب ديال 1.8 1.2%؟ ما يمكنش. يعني ما يمكنش يعني انت غتولي بطريقه غير مباشره على طريق في المدى المتوسط والمدى القريب كتهرس ما يسمى بلو كونت كابيتال في لا بالانس بيمون سمحوا لي كتسمى ميزان الاداءات تسمى بالكونت كابيتال. ما غيبقاش عندك القدره على جلب الاستثمارات من الخارج لان اسعار الفائده ديالك كتولي متدنيه جدا. باش نفهموا ان المنظومه ديال البنك المغربي والمنظومه ديال القرار هي منظومه
مرتبطة بعدة سياسات، ليس فقط السياسة النقدية. ونقول لكم واحد القضية، بأن عندما يريد بنك المغرب اتخاذ قرار راه ماشي قرار يعني يأتي هكذا عبثا، لا، كيكون قرار يستفاض فيه وكيدي ويجيب في الهضرة، هناك نقاشات وهناك عدة أمور ونقدروا ما نتفقوش معه، ولكن يأخذ القرار خصنا نحترموا واحد الحاجة أخرى من مور القرار، شناهي؟ هي الانديبوندونس دو لا بنك سنترال، استقلالية السياسة النقدية. لأن إلا قصنا في السياسة النقدية وقصنا في الاستقلالية ديال البنك المغربي، غنقصوا في إشكالية أخرى مرتبطة بليزونكراج دي زونتيسيباسيون، اللي هو أمر أكثر خطورة بالنسبة للاقتصاد وبالنسبة للاقتصاد الوطني. شكرا سيد الرئيس.